منظومة تعليمية وبيداغوجية ترتقي إلى مصاف منظومات البلدان المتقدمة، ومراجعة برامج تكوين خريجي المدارس التكنولوجية العليا من أجل شراكة فعلية مع المشغلين، محاور تضمنتها تظاهرة اليوم المفتوح بالمدرسة العليا للمواصلات بقطب الغزالة. L'événement interne, la journée porte ouverte CIPCOM, organisée par les étudiants de CIPCOM première année. نحب نركز سورتو على الريفورم نتاع ليدوكاسيون في تونس، اون بونسي او فيتور، معناها نحبو كوم كوا نحطو لي باز نتاع لي موديل سكانديناف ولي موديل اللي يصيرو في فرنسا والمانيا، بوركوا با معناها يكونوا هذوما في الاعوام القادمه نجمو نطبقوهم في بلادنا في تونس. تنظيم محكم ميز هذه التظاهرة السنوية لم يخفي وجود بعض العراقيل أمام علاقة منظومة التكوين بمتطلبات سوق الشغل. ثم بعض لي بوين فيبل، النقائص الحاجة الأولى هي لوفيرتور على لانفيرونمون اندستريال، هذايا سي ان بوين كون ايدونتيفيي وعندنا توا هذا العام الثاني قاعدين نخدموا عليه كيفاش نشاركوا أكثر لاندستريال في الفورماسيون، علاش؟ على خاطر الاندستريال هو نوتر كليون. الوغ لازم نسمعوه ونشوفوا شنو اللي يحب، شنو لي توندونس في البروغرام ديتود نتاعنا، شنو الحاجات اللي يلزمنا نخدم عليهم اكثر. حتى لا تقتصر المجهودات العلميه على النشريات والمنتديات، لابد من تحديد اطار تشريعي يضمن شراكه مع الجامعات الاجنبيه. لابد من الانجاز، ما اللي كل ما نخطط له، كل ما نفكر فيه، كل ما التطويرات، البرامج، التحويرات، لابد من انجازها والعمل بها والتقييد بها، وحقيقه العمل يعني بانتظام بشراكه فعليه وحقيقيه وجديه مع المؤسسات ومؤسسات في القطاع العام والقطاع الخاص، حتى يكون التبادل والتفاعل بين التخريج ولا مدارس تخريج المهندسين والمؤسسات هذه حقيقي. تظاهرة الباب المفتوح فتحت الباب أمام مقاربات جديدة قد تنهض بواقع التعليم العالي في تونس. تعصير البرامج التعليمية وتطوير التبادل العلمي بين الجامعة التونسية والجامعات الأجنبية المتقدمة رهن مراجعة المنظومة التشريعية وإعادة هيكلة المؤسسات، حتى لا يبقى مجتمع المعرفة مجرد شعار في المنتديات العلمية. منيرة شريفي، قناة المتوسط، القطب التكنولوجي بالغزالة، أريانا.